السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخضر فارسي رئيس جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي بمدينة تاوريرت، متواجدين بالقرب من المستشفى الإقليمي اللي كيعاني من عدة اختلالات تكلمنا عليها أكثر من مرة ولسنوات، والوضع باقي على ما هو عليه، ما تغير حتى شي حاجة، نقص في الأطر الطبية، نقص في التجهيزات، وخاصة مع هذه الجائحة نتاع كورونا اللي يعني زادت أثرت على يعني الطقم الطبية، لأن غياب حوالي 20 طبيب وممرض بسبب يعني إصابتهم بكوفيد، وهذا كيأثر على التحليلات الطبية اللي كتجاوز المدة باش كتوصل لمدينة تاوريرت الأسبوع، وكاين نقص حاد في الأطر الطبية داخل المستشفى، نقص حاد في التجهيزات، وكاين مشكل كبير في المستشفى الإقليمي في تاوريرت حتى بالنسبة يعني الحالات الاعتيادية، لأن دابا الحالات مثلا بالنسبة للعمليات الجراحية اللي كيتم تأجيلها كلها تقريبا إلى تواريخ كتجاوز 6 أشهر حتى لسنة، كاين مراسلة اللي قاموا بها رؤساء البرلمانيين نتاع حزب الاستقلال زيارة عاجلة للوزير لمدينة تاوريرت اللي كانت في 4/11، ولحد الآن ما كاين حتى استجابة. مازال عندنا مشكل نتاع تنقل المرضى من مدينة تاوريرت إلى مدينة وجدة، لأنهم كيخصهم ورقة الموافقة السامي، واللي ما كتكونش اللي كتجاوز بعد المدة ديالها في بعض الأحيان حتى 24-48 ساعة، وهذا كيؤدي إلى وفيات بسبب هذا الانتظار. مشاكل نتاع الصحة اللي كاينة بمدينة تاوريرت كاينة داخل المستشفى الإقليمي بتاوريرت، كاينة داخل المستوصفات، مستوصفات يعني الأغلب ديالها يعني بنايات مهترئة قديمة جدا، نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية بهذه المستوصفات، نقص الأدوية وخاصة الأمراض المزمنة اللي كنشوفوا الغياب ديالها في هذه الأشهر الأخيرة يعني بصفة تقريبا يعني تامة، ما بقاتش الأدوية نتاع الأمراض المزمنة اللي كانت كتوزع مجانا على الناس الفقراء، كنشوفوا الغياب ديالها خاصة في الشهرين 3 أشهر الأخيرة. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جمال محمدي فاعل جمعوي وناشط سياسي على مستوى إقليم تاوريرت. بالنسبة للوضع الصحي بالإقليم فإن صح التعبير فهو كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، رغم المجهودات المبذولة لا من طرف السلطات المحلية ولا السلطات الإقليمية ولا كذلك من المجالس المنتخبة، إلا أن الوضع لا زال مزريا إن صح التعبير. فكما كيعرف الجميع نحن الآن خلفي مباشرة المستشفى الإقليمي لمدينة تاوريرت. هذا المستشفى هذا في الحقيقة اللي كيفتقر لمجموعة من الأمور اللي هي بالنسبة لي غير في الأهمية، خصوصا بأنه كيوقع في المدينة اللي هي عاصمة الإقليم، واللي كما كيعرف الجميع عدد الساكنة كيتجاوز 2000 نسمة. كنشاهدوا بأن في هذا المستشفى هذا غياب الأطر الصحية، يعني الأطر القائمة على المستشفى كان واحد الغياب مهول، لا من ناحية الأطباء لا من ناحية الممرضين. إضافة إلى هذا فكما كيعرف الجميع في ظل الوباء اللي كيشهدوا العالم، ونطلبوا ربي أنه يرفع علينا هذا البلاء هذا، فكما كتعرفوا جميعا فالإقليم كيعاني حتى من جراء هذا الوباء هذا، ولعل مدينة دبدوكة نموذج مثلا، فالمدينة كتفتقر لأبسط التجهيزات الطبية. مدينة اللي بها 4 جماعات ما عندهمش لا مستشفى في المستوى، لا أطر صحية، لا مداومة، لا مستعجلات القرب، فجميع الساكنة كتلتجئ لهذا المستشفى اللي كما سلف الذكر أنه هو بحد ذاته كيعرف واحد الخصائص كبير، وبالتالي فالتحاليل اللي كتجرى للساكنة مثلا ديال مدينة دبدوكة نموذج فهي تحاليل هذيك التحاليل ديال الكوفيد، تحاليل سريعة، وبالتالي فحتى المفعول ديالها ونتائج الإيج ديالها ماشي يعني ماشي إفيكاس ولا ماشي شي حاجة اللي يعول عليها. وبالتالي فيعني احنا من هذا المنبر ديالكم وكنشكركم بالمناسبة كنشدوا للسلطة المحلية ولا السلطة الإقليمية ولا المنتخبين على أساس أنه يكون واحد التفاتة جدية، واحد البرنامج عمل جدي من أجل تخفيف من المعاناة ديال الساكنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.